احنا دخلنا المقابله يا زميل باش نحقق واحد النتيجه ايجابيه، حتى كنتفاجئوا بلا الفار ما كاينش والفار ما خدامش. حنا كان عندنا هدف مشروع، كلشي شاف الهدف، بلا الهدف كان المشروع. انا كنظن هذه المقابله كانت مقابله كارثيه صراحه، انا عمري ما عشت بحال هذا الشيء. الحكم ملي تحيدنا ضربه جزاء مشينا عندو كنحتجوا عليه، قال لنا بالله راه ما لونصوش ليه في الفار باش يرجع ليها. ملي بقينا لاعبين جا الهدف مشينا ليه كنحتجوا عليه، اذا بينا كنتفاجئوا بالله الفار ما كاينش، وكلشي شاف ملي دخلنا حنايا شفنا بالله راه كاينه ديك ليكرون ديال الفار كانت محطوطه تما، الامور كلها مزيانه. الحكم قال بالله راه دو معانا وعامل الفريق ديال فريق الترجي على الفار، هادشي ما كاينش، وهادشي ماشي في الاختصاص ديالي انا باش غيدوي معايا على الفار، لانه كيدار واحد الرينيو تكنيك قبل المقابله اللي كتكون فيه داك الشيء مكتوب بالله راه كاين الفار وكاين جميع المسائل القانونيه. حتى كنتفاجئوا ما كاينش الفار، انا كنظن زعما هادشي حشومه وصافي.